شايف السوق مستحمل شركات جديده ولا الدنيا ملخبطه اليومين دول؟ لا يستحمل طبعا. ما هو يعني ايه الدنيا ملخبطه؟ يعني مسلسلات اقل، انتاج سينمائي اقل. بالعكس بالعكس، طول عمر العمليه السينمائيه او الانتاجيه بشكل عام والتلفزيونيه ملهاش مقاييس ثابته. يعني السنه دي عدد، السنه الجايه عدد، السنه دي كيان، السنه الجايه كيان. بالعكس، وده كله بيبقى حركه طبيعيه بتفرز يعني عناصر جديده للمهنه نفسها، بتفرز منتج جديد، بتطلع ممثل جديد، بتطلع موسيقي، كاتب، مخرج، كل عناصر المهنه. ودي حاجه كويسه، مش حاجه اسمها ملخبط. اسمها السنه دي في قانون جديد او نظام جديد خلاص. انها مش فكره ملخبط، يعني فكره انه مش شبه السنه اللي فاتت. ممكن يبقى مش شبه السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، لان احنا بقى لنا 7-8 سنين في الحال ده على فكره، فاعتقد ان احنا خلاص تعودنا على كده يعني. عايز اعرف انت كده بتجهز ليه الفتره اللي جايه، والحاله دي واصله معاك ايه كمان في شغلك؟ انا لسه مخلص مسلسل اسمه بيت السلايف، كان بيعرض على القاهره والناس وعلى قناه النهار، والحمد لله يعني كان ترند على اليوتيوب لمده 2 شهر عرضه الحمد لله، ولقى استحسان كبير جدا من الناس. وانا كان بالنسبه لي حاجه مختلفه، كنت بعمل دور جد جدا وشخص يعني شبه في سايكو كده، شخص كان طبيعي ثم تحول الى مجرم وضابط شرطه، تحول اترفد وتحول الى شخص خارج عن القانون. فتركيبة جديدة ومختلفة خالص، مكتوبة حلوة قوي، ومسلسل الحمد لله كان عامل صدى كويس. وهو كان من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة مجموعة كبيرة جدا جدا من الأبطال يعني. فأنا شايف إنه في الآخر العمل الجيد بيطلع، والمنتج الجيد بيكافح عشان منتجه. وفي النهاية احنا زي ما بقولك كل سنة بقينا في نظام، فاعتقد ان احنا اكتر يعني اكتر اهل مهنة تعودوا على الحكاية دي، ما عدناش بنستغرب خلاص. بنصحى الصبح، بنصحى الصبح نسأل ايه نظام السنة دي يا جماعة يعني خلاص يعني. من المسلسلات الترند برضو بدنا اتكلمنا عنها ابو العروسة وكأنه امبارح، نازف اكتر حاجة بتحبهم بتتابع ايه فيهم، واكتر حاجة شدك في المسلسل؟ الاثنين، انا يعني الاثنين بالنسبه لي دول نوعين من الدراما. شايف انه ابو العروسه كمان عامل نجاح كبير جدا في كل الاوساط، كبار وصغيرين. وهي دي مهنه الدراما التلفزيونيه اللي بتخش البيوت. انا مش بعمل فيلم سينمائي من 30 حلقه اكشن وساسبنس وكده وبتاع، فالاقي الاب والام واخدين منه مش فاهمين حاجه ومش مودهم لا، ابو العروسه مود الاسره كلها، شايفين كل الاجيال، كل الابطال بتمثل كل الاجيال، اداء راقي من كل الناس، على راسهم طبعا عم سيد رجب ومدام سوسن بدر والناس وكل الشباب طبعا، ونيدو وكارولين وكل الشباب والعملاق مدحت صالح، والناس ناس جميله كلها يعني. طبعا بتابعه طبعا وبتندمج معاه وكانه امبارح برضو بالمناسبه نوع مهم ومهم انه يتذاع بره السيزون، بره رمضان زي ما احنا دايما بنقول، لانه اعظم اعمال الدراما المصريه ما كانتش بتتذاع في سيزون، كان لهاش سيزون، كان العمل بيخلص ينزل، طبعا كانش في حاجه اسمها سيزون. السيزون ده اللي خلقته شركات الاعلانات. ف ارجو ان شاء الله ان السنين اللي جايه زي ما احنا بنستحمل فكره انه يعني تغيير النظام بتاع الدراما كل سنه انه يتغير للافضل، لان الدراما هي المؤثر الاول والاخير في الوطن العربي كله. الوطن العربي تتعلم اللهجه المصريه، كل الوطن العربي من المغرب لتونس للموريتانيا للسودان تعلموا الدراما المصريه. فدي القوه الناعمه بتاعتنا، وارجو ان احنا نهتم بيها طول الوقت يعني.